السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في برنامج حديث في السياسة. حديث في السياسة كما تعودت مساحة للحوار تقترح عليكم القناة الوطنية 2 مساء كل ثلاثاء مباشرة عوضا عن يوم الأربعاء، من هنا حتى قرابة البرمجة الرمضانية إن شاء الله باش نعود ونتلقاو كل يوم ثلاثاء مباشرة في هذا التوقيت. فضاءنا كالعادة مساحة للحوار للرأي والرأي الآخر، واليوم باش نحكيو باش نواصلوا الحديث حول موضوع استقلالية القضاء. الأسبوع الفارط حكينا على إعفاء 82 قاضي الأساس القانوني نتاعو وما تار طبعا خلال وجود الجمعية وكذلك النقابة ومرصد القضاء. اليوم باش نواصلوا على إصلاح القضاء ومشاريع الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء على خلفية الاتفاق الحاصل ما بين وزارة العدل ونقابة وجمعية القضاة لتعليق الإضراب بسبب إعفاء 82 قاضيا، وما أثاره هذا الموضوع من ردود أفعال في ظل غياب هيئة مستقلة ومنتخبة تشرف على قطاع القضاء العدلي طبقا لما يقره القانون. فما هو موقع السلطة القضائية في تنظيم مؤقت للسلطة؟ ولماذا لم يفعل إلى حد الآن ما ورد بالفصل 22 بإنشاء هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي؟ ثم من هو مخول في اقتراح مشروع إنشاء هذه الهيئة؟ وما هو ما هي عفوا الوظائف المفترضة لهذه الهيئة وتركيبتها ومتى وكيف سترى النور؟ لإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها استضفنا لكم مجموعة من الضيوف، وهم على التوالي. على يميني السيد ضياء الدين مورو رئيس جمعية المحامين الشبان، مرحبا بك سيد ضياء. إلى جانبه وإلى يميني كذلك القاضية ليلى بحرية، قاضي مستشار لدى محكمة التعقيب ورئيس جمعية حقوقيين بلا حدود. وفي الطرف المقابل تحضر معنا الأستاذة كلثوم بدر الدين رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، إلى جانبها الأستاذ محمد فاضل السايحي مكلف بمهمة لدى السيد وزير العدل. بما أنك موجود سيد فاضل ما تفوتنيش الفرصة باش نسير بعض المسائل. احنا في الأسبوع الفارط تعرضنا إلى إعفاء 82 قاضي، لكن من الأسبوع اللي فات للأسبوع هذا فما العديد من التطورات تخص الموضوع هذا، والكثير من اللغط في المواقع الاجتماعية وكثير من التسريبات. باش معاك أنت في بعض الأسئلة البرقية والإجابات البرقية باش نحاولوا ننفض الغبار على هل المسائل هذه شنو الصحيح من الغلط فيها. السؤال الأول هو أنه الأسبوع الفارط كان فما قرار إعفاء وبداية في إضراب، أعطينا الوضعية الحالية توا الوزارة كيفاش اتفقت مع الجمعية ومع النقابة في موضوع الآلية متاع الإعفاء. نعم، معنا حول هذا السؤال فعلا معنا ثم لغط كبير صار على سواء كان على مستوى الساحة عموما أو على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي، معنا خاصة حول مسألة التراجع الوزارة على الأقل التراجع المؤقت وغيره. نوضح للرأي العام، نطمن المواطنين على أنه نحن موقفنا لما اتخذناه بناء على مواقف معطيات موضوعية ومعطيات قانونية لا يشوبها الشك، معطيات صحيحة، بالتالي موقفنا ما كانش يستدعي التراجع. كل ما قام به السيد الوزير في لحظة ما لحظات هو أي مباشرة من بعد إعلان القرار فتح باب التظلم، وهي آلية جديدة غير معروفة في القانون، معناها آلية سابقة حتى لصدور القرار بصفة رسمية. التظلم مفتوح لكل من شامله القرار على أنه يبادر لوزارة العدل ويتظلم من القرار الذي طاله بالإعفاء. وعموما معنا صار بالفعل تحرك من نقابة القضاة فيما بعد، معنا على سواء دعوة لإضراب مفتوح، ثم معنا في اليوم الثالث عما أظن معنا تم الاتفاق على معنى إيقاف هذا الإضراب. وهذا تم على خلفية أولا أنه الموقف راهو موقف الآلية في حد ذاتها، راهي الآلية هذه آلية صحيحة ما عليهاش اعتراض حتى من النقابة ذاتها، لأنه نحن كي نرجعوا لمحضر الجلسة نلاحظ أن النقابة كل ما طلبت هي طلبت تشريكها في التشاور حول مراجعة هذه التظلمات أو هذه الاعتراضات لا أكثر. ثم النقطة الثانية في هذا المحضر هو أن الوزارة تتعهد بتفادي أو تسعى لتفادي اللجوء إلى هذه الآلية في المستقبل، أي آلية الإعفاء،
ومع تأكيد النقابة بطبيعة مع وزارة العدل على أنه ملف الفساد أو ملف المحاسبة هذا ملف أساسي وهو مطلب من مطالب الثورة الأساسي يلزم نسعى فيه بجهود متضافرة على تحقيقه. السؤال الثاني، فما قائمة ولا مجموعة من القوائم وقعت الدولة في الشبكة الاجتماعية وفيها مجموعة من الأسماء لقضاة قيل أنهم هؤلاء القضاة الذين وقع إعفاؤهم، هل هذه القوائم صحيحة أم لا؟ نعم، هذه النقطة فعلا معنا تستدعي إيضاح كبير. أولا نحن راهو كي خذينا هذا القرار ما خذيناش على أساس الدعاية السياسية ولا على أساس تحقيق مكاسب سياسية ولا غيره، هذا أخذناه استجابة منا المطلب ثوري ومطلب ناس ضحاوا عليه بدمهم، ناس استشهدت لأجله. مسألة اليوم العدل وإيصال الحقوق لأصحابها كان هو تقريب أساس الثورة، لذلك خذين هذا الموقف ما خذيناش على خلفية نسجل نعملوا دعاية، حتى أن بعد نعملوا قوائم ونشرها في فيسبوك لا ما كانش هذا غرضنا، لكنه للأسف أنه ثم ناس إلى حد هذه الساعة ما زالوا مش مفاهمين. أولا توجهنا نحن الإصلاح ونتمناو أنه فعلا معناها يفهمونا وأنه يلتحقوا بهذا التوجه، لأنه هذا التوجه راه ما نجموش نبنيه وحدنا احنا كوزارة عدل ولا كحكومة، وإنما راهو يتبنى بجهود متضافرة يلزم كل الناس كلها تقدم من مواقعها لتحقيق هذا هذا الهدف. القوائم الموجودة غلط. نعم، هذه القوائم نحن هذه القوائم لم نقدمها، وللأسف أن هذه القوائم تضمنت أسماء من قضاة شرفاء والدعاية السياسية هنا اللي تمارس فيها بعض الأطراف وماذا بينا أنه يتجنبوها، لأنه راهو قرار من هذا النوع من هذا الحجم نحن كخذيناه يعلم الله بقلوبنا، لأنه مش من السهل أنه ناخذ قرار أن نستبعد فيه 82 قاضٍ وإحنا نعرف أن القضاة هؤلاء وراهم عائلات وراهم أهالي، معناها وراهو موقف بهذا الحجم لولا ممكن شجاعة بعض معناها بعض من في الإدارة ما كان هذا الموقف يحصل، خاصة لازم نذكروا أن هذا الموقف مر عليه أكثر من عام ونصف تقريبا، لأنه كان خذيناه جيست مباشرة بعد الثورة لكان الأمر سهل، أما بعد عام ونصف يصعب على أي جهة أنه تأخذ قرار بهذا الحجم، ولازمنا نعترف بأنه هذا القرار هو التقريب أهم قرار من بعد الثورة. الأسماء هذه للأسف أنه فيها أسماء، القائمة هذه فيها أسماء غالطة، بل فيها من هو ميت والميت رانا نذكروه بخير، مش نجي ونشوهوه اي لكن ونلحقوا بها. هذا وقع توظيفه في المواقع الاجتماعيه، وقيل انه القائمه نتاع السيد البحيري فيها قضاة متوفين وكذلك القاضي اللي يحكم بحل التجمع وقع عفاه كذلك، هذا غلط ولا صحيح؟ معناه نحن الحقيقه ما ريناش في اتخاذنا الساعه للقرارات من انه القاضي هذا ياخذ معناها كان ضد التجمع او معاه، ما خذيناش المواقف على الاساس هذايا على الاساس السياسي وعلى اساس المواقف، نحن كل اللي حكمنا في القرارات هذه هل انه القاضي ما زال تتوفر فيه الثقه المرجوه والمطلوبه بينه وبين المواطن حتى يمارس سلطته والا لا؟ هل ان هذا القاضي ما زال فيه مواصفات القاضي حتى يستمر في مهامه والا لا؟ اللي استبعدناهم نقدر انه ثبت لدينا بما لا يدع مجال للشك كونهم ما عادش فيهم مواصفات القاضي. وبالتالي انه حل التجمع من عدمه مش هذه مش هذا الغرض، نحن ما ناخذوش الامور هكا، ناخذوها على اسس ثابته وعلى اسس متينه، معناها اذا كان القاضي ما عادش فيه مواصفات القاضي هو ما عادش تتحقق فيه السلطه، بالتالي ما نجمش يكون قاضي. عموما بالنسبة للميت، نحن بالنسبة للقاضي الميت هنا ندين هذه الممارسة تسرب إلى علم فريق البرنامج أنه فما مجموعة من القضاة وقعت استقالتهم، وصلكمش بالنسبة للوزارة حاجة كما هكا أنه فما مجموعة من القضاة معناتها استقالوا للتفرغ للدفاع عن أنفسهم؟ لا الحقيقة ما فهمتكش السؤال، معناها شنو معناها للتفرغ والدفاع عن أنفسهم؟ معناها تقصد من القضاة المعفين؟ أي من القضاة الذين تم عفاؤهم اختاروا أن يقدموا استقالتهم. عموما نحن شوف الخلفية نتاع القرار كما قلت هو القطع مع الأشخاص الذين ما عاد تتوفر فيهم مواصفات القاضي، سواء كانت تكون هذه بمبادرة من السلطة
ونحن نتمنى أن تكون بمبادرة من القاضي ذاته. القاضي لما يدرك أنه فعلا ما عادش في مستوى الثقة المرجوة منه من المواطن، نتمنى أنه فعلا أنه هو اللي يبادر ويقول أنا راني ما عدتش أهل وأني نقدم استقالتي. لكنه هنا بلي قوس نفتحوه، راهو المبادرة أنه تكون من السلطة بالإعفاء أو من القاضي بالاستقالة، هذا راهو ما يمنعش الإدارة ويمنعش كل من له مصلحة من تتبع القاضي الذي أجرم أو الذي ارتكب أخطاء جزائية موجبة للتتبع موجبة للعقاب. السؤال آخر سي الفاضل، القضاة اللي وقع إعفائهم هل لهم الحق في مزاولة مهنة المحاماة بعد إعفائهم نهائيا من الدخول إلى قاعة المحاكمة؟ هذا السؤال يوجه لي الوطني المحامي. توا المحامين الشباني ولا ما يسالش سي ضياء، معناتها توا قرار الاعفاء هذا ترى انه اذا كان اثبت عدم نزاهه القاضي بما لا يترك اي مجال للشك في المس من نزاهته، هل له امكانيه ممارسه مهنه المحاماه اذا كان وقع اعفاءه من سلك القضاه؟ هذه المسألة يبدو لي أنها تخضع إلى تأويل. للجزم بأنه هل يمكن له الالتحاق، هذه مسألة من اختصاصات مجلس هيئة الوطنية للمحامين، وإحنا كجمعية تونسية محامين الشبان ما نجمش نفيدك فيها ياسر، وإنما نقول للمبدأ أنه لابد من الاطلاع على تحييث قرارات إعفاء هؤلاء القضاة حتى تتمكن الهيئة الوطنية من البت في هذه المطالب. وأتصور أن هنالك ما يسمح للهيئة الوطنية للمحامين بأن ترفض ترسيم هؤلاء القضاة الذين وقع إعفاؤهم. هل تشاركوا مدام ليلى؟ الأكيد أنه القضاة المعفين كما يأكد سي الفاضل عندهم ملفات تدينهم، هذا يتحتم عليه معناتها مخالفات تجم تكون جزائية، تجم تكون معناتها في شكل إجرام ولا جنحة ولا غيره، فهمتني؟ هالنوعية هذه من الأحكام إذا كانوا قاعد تطبيقهم على القضاة المعفين، هل تمكنهم من بعد ممارسة مهنة المحاماة؟ أنا حسب رأيي المطروح على تونس بعد 14 جانفي أنه انتهروا القضاء بطبيعة وانتهروا المحاماة، لأنه كيف ما نعرفوا وراء كل قاضي مرتشي هناك محامي، هناك خبير، هناك سمسار، هناك سماسرة يتجولون في أروقة المحاكم. وبالتالي كما أنا بوصف قاضية كيف ما نحب القضاء يكون نظيف ونقي ونزيه، والحمد لله أنه بدينا نتنفسه شوية هواء نقي. المحامات كذلك يعني جناح العدالة، محامية كذلك نحبها نظيفة، لأنه يؤسفني أن نقول قبل، خاصة قبل 14 جانفي الهيئة الوطنية للمحامين ترفض معناتها ترسيم قضاة، ولكن يتوجهوا يطعنوا في رفض الترسيم والمحكمة ترسمهم، يعني رغم أنه عليهم عدة شوائب اللي المفروض ما يلتحقوش بالمحاماة. احنا نحبوا محاماة نظيفة وقضاء نظيف ونزيه كذلك. واضح. نرجع لك سي الفاضل في سؤال أخير ومن بعد ندخل في موضوع حصتنا، أما هذا معناتها قوس افتحناه للإجابة على بعض التساؤلات المطروحة في الشارع، ما نجموش نتعداو. لا أما شايف في مواضيع كما هكا تخوف خويا. القضاة الستة الذين وقع إعفائهم في شهر فيفري، أكيد أنه قبل 82 جمعة فما ستة وقع إعفائهم، هل صدرت في شأنهم بطاقات جلب؟ خصوصا أنه إذا كان القاضي يقع إعفاءه الأكيد أنه وراه قضايا تمس الحق العام، ومن بعد نقعهم خرجوا للخارج. معناتها كيفاش الإجراء بعد الإعفاء اللي باش يضمن الحق العام ومحاسبة هؤلاء القضاة اللي هما موضوع تتبع دون شك، واللي هما مبدئيا معناها في وضع بحالة فرار، هما أكيد معناها محل تفتيش، هذا دون شك. معناها أنا الحقيقة ما نستحضرش بالاسم من هو فما زوز حالات من هو موقوف ومن هو ممكن بحالة فرار، لكن عموما أنا متأكد وهو الملف في الواقع ملف قضائي ونحن لا نتذكره في الواقع في الشأن هذا، لكني أنا مؤمن تمام الإيمان كونه قضاءنا قائم بهذا الواجب في خصوص هذا الملف،
وفي خصوص وفي مجمل الملفات معناه، وحتى اذا كان ثم تقصير محدود. وفي عموما انا متاكد ان القضاة معناه قائمين بدورهم على احسن ما يرام في هذا الجانب معناه، وصدروا ببرقيات التفتيش اذا كان ثم من هو بحال فرار معناه، فهمتي؟ رغم انه نؤكد على امر انه هذا راه شان قضاء صرف مش شان وزاره العدل. اي معناتها انت تاكد على استقلاليه القضاء الوارده في التنظيم. نعم. مؤقت للسلطات. نعم. اللي باش نربطوا به توا. نعم. في موضوع حصتنا اللي. نعم. محور الاول باش يكون موقع السلطه القضائيه في التنظيم المؤقت للسلطات. زميلنا سامي في الاعلاميه لو كان تعطينا النص الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلطات باش نشوفوا مع بعضنا الفصل هذا. في الباب الخامس المتعلق بالسلطه القضائيه الفصل 22، تمارس السلطه القضائيه صلاحياتها باستقلاليه تامه بعد التشاور مع القضاة. يصدر المجلس الوطني التاسيسي قانونا اساسيا ينشئ بموجبه هيئه وقتيه ممثله يحدد تركيبتها وصلاحياتها واليات تكوينها للاشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الاعلى للقضاء. هذه هي الفقره الاولى. الفقره الثانيه ما تهمناش برشا الحقيقه، احنا باش نركزوا في موضوعنا على الهيئه، ومن خلال هذا الفصل باش نركزوا على حضور السلطة القضائية في التنظيم المؤقت للسلطات. احنا باش نحاولوا نرصدوا اولا الساعة الموقع نتاع السلطة القضائية مقارنة مع السلطات الاخرى. اكيد انه في الانظمة الجمهورية نعرفوا انه فما مبدا، هو مبدا الفصل ما بين السلطات واستقلالية كل سلطة على الاخرى، لكن افراد باب للسلطة القضائية هذا شيء مهم في التنظيم المؤقت للسلطات، لكن باب وفيه فصل وحيد بفقرتين مقارنة مع التنظيم للسلطة التنفيذية والتنظيم الخاص بالمجلس التأسيسي والجانب التشريعي. من هنا قوا مجموعة من الفصول، نعرف أن تنظيم مؤقت للسلطات في 26 فصل. الحجم هذا مع المضمون هذا هل يعطي للسلطة القضائية حقها في التنظيم المؤقت للسلطات؟ هذا اللي باش نناقشوه في المرحلة هذه من الحصة. باش نبداو مع سي ضياء الدين مورو باعتبارك رئيس جمعية محامين الشبان في قراءة أولى لحجم السلطة القضائية في التنظيم المؤقت للسلطات. هو الأكيد أنه لا وجود إلى نظام ديمقراطي بدون سلطة قضائية قوية ومستقلة. أساس النظام الديمقراطي هو هذه السلطة القضائية التي من شأنها أن تقوم بمراقبة حسن تطبيق القانون وحسن استغلال النفوذ والسلطة من طرف كل جهة أسند لها القانون هذه السلطة. وبالتالي لا بد من القول والاعتراف بأنه إذا كانت السلطة القضائية سلطة ضعيفة غير مستقلة أو تخضع لهيمنة أي طرف من الأطراف، فتأكد سيدي أنه لا وجود لنظام ديمقراطي ولا يمكن أن نتقدم أو أن نذهب بعيدا في هذا المسار الديمقراطي. القاعدة الأساسية والمبدأ الأساسي لا بد من دفاع عن سلطة قضائية مستقلة وقوية قادرة على أداء دورها الذي أرادته بها القانون والذي ينتظرها منها المواطن، وهي إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه. إلا أنه كيف يجب أن نفهم مسألة استقلالية السلطة؟ الأكيد أنه الاستقلالية لا تكون عن أجهزة الدولة، أنه لا يمكن للسلطة القضائية أن تكون مستقلة عن الدولة، بل هي جزء أو سلطة أو جهاز من أجهزة هذه الدولة، ولا بد لها من روابط مع بقية الأجهزة. هذه قاعدة عامة لا بد أن نتفق حولها. الأكيد أيضا أن استقلالية هذه السلطة يجب أن لا تحول هذه السلطة إلى سلطة متغولة على بقية السلطات الموجودة اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وبالتالي فأنه إذا كان نقول بأن ندافع عن سلطة قضائية قوية مستقلة تقوم بدورها وتطلع به كما يجب، فأنه في المقابل أيضا لابد أن نحول هذه السلطة إلى سلطة متغولة تطمس بقية السلطات. إذا لابد أن تقوم هذه السلطة على مبدأ التوازن بين السلطات وعلى مبدأ مراقبة كل سلطة لسلطة أخرى. هذا مدخل عام، لكن ما جاوبنيش على سؤالي. ترى أنه السلطة القضائية واخذة حقها في التنظيم المؤقت للسلطات؟
بالمقارنه مع السلطات الاخرين والتنظيم نتاعهم بما في ذلك الجانب التشريعي، وتعرف انه صلاحيات رئيس الدوله وصلاحيات رئيس الحكومه الى جانب فما العديد من القضايا المتعلقه بتنظيم القطاع القضائي خصوصا بعد معناتها ما نقولش ان صلاحيات نتاع المجلس الاعلى القضاء، فما مسائل نتاع تسيير، فما مسائل نتاع تاديب، فما مسائل نتاع اشراف، معناتها في اطار النزعه الثوريه هذه واستقلاليه ودفع استقلاليه القضاء، هل يفرض في وهو معناتها فايت الاوان وتوا حتى نثيروا في مسائل، اما على الاقل باش نرزوا المساله. وهو القانون هذايا بتاع تنظيم المؤقت للسلطات هذايا الاشكاليه فيه وجدت في انه معناها نظام الدوله كل قد قوض اثناء الثوره ولكنه حافظ فقط على النظام القضائي، لأن وقع استثناء النظام القضائي، وبالتالي فإن القانون المنظم للسلطات القضائية بقي هو ساري المفعول هذا خلافا لبقية السلطات، لذلك أتصور بأنه كان من المنطقي أن تجد تفصيلا لبقية السلطات داخل هذا ولا تجد إلا فصلا واحدا يتحدث عن السلطة القضائية باعتبار أن قانون 67 ظل أن المنظومة كاملة ظلت قائمة وأن قانون 67 المنظم للقضاء ظل أيضا ساري المفعول، هذا يبدو لي التفسير لأنه لم تفرد السلطة القضائية بمجموعة من النصوص التفصيلية خلافا لبقية السلطات. بارك الله فيك ضياء. مدام ليلى بحرية، الأكيد أنه باش تعطينا رأيك في الموضوع هذا، أما أتراش أنه السلطة القضائية وقع إفرادها بهذا الباب وبهذا الفصل في فقرتيه لأنه خارج المحاصة الحزبية. أنا يعني نشاطر اللي كان يقول فيه السيدية ونظيف، نقول ذكرني في الدستور 59 اللي فيه 22 فصل على ما يبدو للسلطة التنفيذية و19 فصل للسلطة التشريعية وأربع فصول فحسب للسلطة القضائية. احنا اليوم مش في نفس السياق، كان ربما من الأفضل بالنسبة للسلطة القضائية أنه يقع التفصيل أكثر و يعني ما نخليوش الموضوع يتعلق جوست بالهيئة الوقتية هذه، لأنه اللي حصل سواء بعد 14 جانفي أو حتى بعد انتخابات 23 أكتوبر بالدستور الصغير خلينا معناتها القانون نتاع 67 باقي ساري المفعول واحنا نعرفوا شنو هو اللي فيه، معناتها من نقائص وكل شيء. بون انا بالنسبه لي انا ننظروا للمستقبل، هذا قانون دستور صغير تعمل كل شيء. ننظروا للمستقبل، انا ما نتصورش انه اليوم بعد 14 جانفي انه باش في الدستور المرتقب او القانون الاساسي المرتقب للقضاة ما نتصورش انه باش نرجعوا للمربع الصفر، لانه الكلنا شاعرين انه النظام البائد ما تغول ما استشرى الفساد في مؤسسات الدولة في المجتمع الا على خاطر السلطة القضائية بين ظفرين، ما كانتش فما سلطة يعني. اما اليوم انا نتصور انه سنؤسس وسنرسي سلطة قضائية فعلا مستقلة. كلمة مستقلة في نفس السياق نتاع سيدي مش معناها راهو سلطة قضائية يعني فوق القانون وفوق المراقبة. لازمنا راهو الفصل بين السلطات وكذلك التوازن بين السلطات. واستقلال السلطة القضائية عن بقية السلطات فعلا، ولكن مستقلة عن كل مراكز النفوذ، نفوذ المال والجاه وكذلك استقلالية الداخلية، ربما من بعد في التفصيل نجيوها أكثر. بارك الله فيك سيدة ليلى. المر السيدة كلثوم بدر الدين، ونذكر أن هي رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي وعضوة في لجان أخرى. لكن سؤالي معناتها مدام أنه لماذا إلى حد الآن لم يقع تفعيل الفصل 22 الذي يوجب إنشاء هيئة وقتية للقضاة؟ ساعان نقول أنه بالنسبة للاستقلالية عندي زي ما نقول بخصوص الاستقلالية، قول انه استقلاليه السلطه القضائيه هذه كان مطلب ثوري وكان رفعه الشارع بعد الثوره ولا يمكن ان يزيد عليها احد، بالتالي الكل
ننادي باستقلالية السلطة القضائية وفي جميع الأسلاك باعتبار أنه القضاء هو شأن عام وما يهمش القضاة فقط، وربما أنا كمحامية وضياء ربما نعتبر جناح من جناحي العدالة اللي هو القضاء والمحاماة في نفس الوقت، وأقرب ناس نعرفوا مدى أهمية هذه الاستقلالية خاطر تكوين بعدم استقلالية القضاء في السابق، وكيفاش كان القضاء سلاح ويد للسلطة البيضة في إنها تضرب بها وتبطش بها في السابق وتكرس منظومة الفساد ومنظومة الاستبداد. بالتالي بخصوص السؤال متاعك أنه لحد الآن لم يفعل الفصل 22، نقول بالعكس الفصل 22 هو بصدد التفعيل حاليا. نحن ورد علينا في منتصف شهر مارس 2012 مشروعي قوانين، زوز مشاريع متعلقين بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. مشروعين، المشروع الأول هو في 97 فصل، ونحب نأكد على عدد الفصول. وجهة الاقتراح؟ نعم، وجهة الاقتراح هو في الأصل احنا نجم نعتبر أن جهة الاقتراح هم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالأساس، باعتبار أنه المبادرة التشريعية، حق المبادرة التشريعية هي يا أما تكون لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو للحكومة. المشروعين هذوما ولو أنهم تبنوهم مجموعة من النواب في المجلس الوطني التأسيسي، كل مشروع تبنيه أكثر من 10 أعضاء، لكن في الأصل احنا نعرفوا أنه هذين المشروعين، المشروع الأول هو تابع جمعية القضاة والمشروع الثاني هو مشروع نقابة القضاة. بالتالي طالما هما ما عندهمش صلاحيات أو حق المبادرة التشريعية في المجلس الوطني التأسيسي، أعدهم المشروعين، عرضوا على النواب، تم تبني هذين المشروعين من طرف النواب وتم عرضه على المجلس الوطني التأسيسي. أنا كلجنة التشريع عام نأكد أنه المشروعين هذو ما وصلوني في تقريبا 14 في لجنة التشريع 14-13 مارس حاجة كما هكا. حبر مجال مشروع عينا له موعد، للأسف معناه أنه الأول الأسبوع الذي يلي ورود المشروعين على اللجنة كان أسبوع التواصل مع الجهات، بداية 18 مارس لحد تاريخ 26 مارس كان أسبوع التواصل، وكان من المستحيل تجميع اللجنة في أسبوع التواصل مع الجهات باعتبار أنه جميع أعضاء المجلس باش يكونوا في جهاتهم. أول خميس بعد أسبوع التواصل هو الموعد لانعقاد اللجنة هذه، بادرنا بمناقشة المشروعين، نكبينا عليهم في أكثر من 5 أو 6 حصص، عملنا التوجه العام والرؤية العامة والمناقشة العامة لهذين المشروعين. وللأسف مرة أخرى نقول أنه جاء مشروع الميزانية التكميلية اللي خلينا نتعطلوا، كلكم تعرفوا أهمية هذا المشروع وضرورة معناها الإسراع في المصادقة على مشروع الميزانية، وهو من الأهمية من مكان أنه يقدم على كل المشاريع. ولذلك تم ربما تعطيل النظر في مشروعي القوانين، لكن نقول انه راهو اللجنه ما قصرتش بتاتا، معناها ما احنا كي نقولوا قصرنا او تاخر يعني باراده ربما، وهذا اللي ما نسمعوا فيه في الاعلام ونسمعوا فيه على في البلاتوات، انه الجمعيه على الاقل تتهم المجلس التاسيسي بالتباطؤ في سن المشروع. اذا احنا تباطئنا يعني هذا ان عندنا مواعيد نتاع اللجنه، ورغم ذلك احنا تخلينا على هالمواعيد وما درسناش فيها الموضوع الهيئه. والعكس هو صحيح، احنا من نهار اللي ورد علينا مشروع انكبينا على دراسه مشروعي القوانين، لكن حاجه يلزمنا نوضحوها انه عندنا مشروعين قوانين مش مشروع واحد، والمشروعين هذو ما احنا نشوفها تو انت قلت النظام المؤقت للسلط في 26 فصل، دوله كامله نسيروا فيها مؤقتا 26 فصل، احنا وردوا علينا مشروعين، مشروع اول فيه 58 فصل ومشروع ثاني فيه 97 فصل. بالتالي اذا احنا مطلوب منا ان ندرسوا بجديه ونناقشوا جميع النقاط الوارده في هذين المشروعين، ما نتصورش انه لابد انه ندرسوا تقريبا 140 ولا 160 فصل خلال اسبوع او اسبوعين. نقول انه الهيئه هذه لابد ان تاخذ حظها، الدراسه حثيثه للمشروعين، تم الاستماع لجمعيه القضاة وللنقابه،
سمعت في البلاتو أيضا اتهام أنه لم يقع دعوة الجمعية أو النقابة إلا بعد حصول اعتصام في المجلس الوطني التأسيسي، هذا مش صحيح. احنا عندنا موثق في محاضر الجلسة نتاع لجنة التشريع العام أنه الدعوة تمت في 27 تقريبا أبريل للجمعية وللنقابة للحضور للجنة للاستماع إليهم عملا بإحكام الفصل 22 اللي يقول ضروري التشاور مع القضاة لتفعيل هذا الفصل. تمت دعوتهم للتشاور معهم باعتبارهم الطرفين اللي هما أصحاب المشروعين المقدمين. احنا تمت دعوتهم قبل الاعتصام لكن أجل الموعد هذايا بعد الدعوة، نأكد أنه بعد الدعوة تم التأجيل لورود قانون الميزانية التكميلي لسنة 2012، بالتالي أنا نعتبر أنه ما تأخرش وإحنا بصدد درس هذا القانون والمشروعين تحت الدرس، لكن بحكم ضخامة الفصول هذه هو اللي ربما طلب المسألة طلبت شيء من الوقت. احنا نلقاو في مشاريع القوانين هذه أنه اقتراحات لإحداث هيئة مستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات تاع القضاة، والهيئة هذه في تركيبتها تقريبا توازي التركيبة متاع الهيئة المستقلة للانتخابات اللي تمت للبلاد تونس كامل في المجلس الوطني التأسيسي. بالتالي نقول احنا إذا نشوفوا احنا القانون متاع الهيئة المستقلة للانتخابات شحبت له الوقت باش تدرس، واحنا عندنا تقريبا مشروعين في وسط مشروع يقول انه اللي راى اعمال اللجنه ويواكب اعمالها يقول انه ما فماش تباطؤ، واتهام المجلس بالتباطؤ في النظر هو اتهام غير مشروع. وعندنا محاضر جلسات تؤكد ان حبر ما جانا للمشروعين هذوما بادرنا بمناقشتهم والعمل على مقتضاهم، كذلك بادرنا باستدعاء الجمعيات في اطار التشاور معهم. بارك الله فيك مدام كلثومة على الايضاحات هذه والتفاصيل اللي كانت يمكن المواطن ما عندهش فكره عليها فيما يخص الاقتراحات في احداث الهيئه هذه. احنا مش ناخذ اكثر تفاصيل، حاولنا خلال اليوم الاتصال بكل من نقابه القضاة وكذلك جمعيه القضاة لكن ما نجمناش نتحصلوا على السيده روضه العبيدي، وقال لي صفاتنا موجوده في الخارج. يلتحق بنا السيد محمد بن الطيف عضو المكتب التنفيذي لجمعيه القضاة التونسيين. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك وبضيوفك الكرام. عاشك بارك الله فيك. سي محمد، نحب ناخذ فكره على الملامح العامه لاقتراح الجمعيه فيما يخص القانون المنشئ للهيئه الخاصه بالقضاة. مع الشكر، كما تعرف الجمعيه يعني منذ شهر فيفري 2012 قدمت مشروعها حول القانون الاساسي المتعلق بتنظيم الهيئه القضائيه. اهم الملامح لهذا المشروع، احنا اعتقدنا انه الهيئه هذه هي المدخل الاول لاصلاح القضاء التونسي، وعلى ذلك علاش اعطيناها اهميه كبيره واعتبرناها هي بوابه الاصلاح. اهم ملامح المشروع، المشروع هذا جاء قطعا مع الماضي، قطعا مع تغييب المساله على القضاء السابق واستشرافا للمستقبل. كما تعرفوا كان في السابق المساله على القضاء مجرد هيكل صوري لا يعكس القضاء كسلطه. حبينا من خلال المشروع اللي قدمناه ان نقطع مع الماضي وان نؤسس بهيكل يعكس سلطه قضائيه حقيقيه، سلطه ثالثه. اهم ملامح هذا المشروع انه هذه هيئه يعني تتمتع بالشخصيه المعنويه وبالاستقلال المالي والاداري، ولها مقر خاص مع عن وزاره العدل تاكيدا للاستقلاليه حتى من جانب الرمزي. اردنا ان تكون هذه الهيئه مركبه من القضاة على قاعدة الانتخاب، وهذا في ذلك انسجاما لقراءتنا للفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط. اعتبرنا انه الفصل 22 يسمح لنا بالقول بان هذه الهيئة لن تكون الا ممثلة للقضاة ومن القضاة، على اساس عبارات بعد التشاور مع القضاة ممثلة للقضاة ولتنظيم وللاشراف على القضاء العدلي. استنتجنا من كل ذلك أن التركيبة لابد أن تكون تركيبة قضائية صرفة على قاعدة الانتخاب، لأن نؤمن أن الانتخاب هو أحسن وسيلة للتنفيذ. الانتخاب سي محمد، سؤال آخر، هو الاختيار. سؤال آخر باش نمر معناتها باش نحدوا معناتها التصور هذا بمجموعة من الأسئلة باش تكون المداخلة نتاعك معناتها واضحة. فيما يخص الهيكلة، شنو اقترحتوا بالضبط؟ خاطر نعرفوا أنه الهيئات المماثلة حتى في القانون المقارن فيها ما هو معين وفيها ما هو منتخب. انتم شنو هو الاقتراح نتاعكم فيما يخص هذا؟ كذلك السؤال الثاني وهو هيئه مكونه من القضاة فقط على قاعده الانتخاب.
هيئة من القضاة المنتخبين جميعهم كما قلنا، لأن قراءتنا الفصل 22 تحب ذلك. ونحب نعرج بالله إشارة بسيطة إلى مسألة التغول أو مسألة حكومة القضاة، وهي الحق يعني هذه الفزاعة التي أثيرت كلما تمسكنا بالصبغة القضائية لهذه الهيئة إلا وجوبهنا وعرضنا بمسألة تغول القضاة. أين نحن من التغول؟ الآن السلطة القضائية في تونس يعني بالعكس هي سلطة مهمشة وسلطة تابعة وأبعد ما يكون عن التغول. كذلك مسألة حكومة القضاة يعني حتى وضحنا في المجلس التأسيسي والإخوان الحاضرين أن حكومة القضاة يعني وردت في سياق قانوني وسياق تاريخي آخر يتعلق برقابة دستورية القوانين ولا علاقة لها بضمانات استقلال القضاء. ولذلك يعني المرجو أن لا نغالط الرأي العام وأن نقدم له المعلومة الصحيحة. يعني مطالبتنا بتركيبة قضائية لهذه الأيام علاقات الانتخاب لا يعني تغولا، لا يعني انغلاقا، لا يعني رغبة في الإفلات من المحاسبة أو إلى غير ذلك. يعني بالعكس نحن في دورة القانون نؤمن بأن السلطة تحد السلطة، نؤمن بأننا أناس المسؤولون، القضاة يطبقون قانونا وضعه السلطة التشريعية، الأحكام القضائية تطبقها السلطة التنفيذية، هناك تفاعل وهناك علاقة توازن بين جميع السلطات. بل نحن حتى في تونس يعني القضاء لم يرقى بعد إلى مرتبة السلطة، ولذلك نضالتنا نحن حتى بجمعية القضاة نضالنا الأساسي نحو تكريس القضاء كسلطة حقيقية. هذا بالله توضيح للسادة المشاهدين، حبيت نوضحه ونضح عليه مساعدة التغول والانغلاق اللي هي ماهيش صحيحة وفيها مغالطة ومغالطة كبيرة ياسر. بالحب لي إضافة أخرى حيث المهام بالضبط هذا هو السؤال. هي هذه فضلا على التركيبة المنتخبة القضائية أعطيناها مهام هامة خاصة في تحديد المسار المهني للقاضي من تسميته ترقيته نقلته تبقى وكذلك تأديبه، لأنه للأسف القاضي التونسي ومن أسباب وصاية وخضوع القضاء التونسي وتوظيفه في يد جهاز الاستبداد هو غياب الضمانات. القاضي التونسي كان قبل غير محمي، القاضي التونسي لا يتمتع بأبسط الضمانات الممنوحة لنظرائه في جميع دول العالم. يعني كان مهدد في معيشته، مهدد في استقرار عائلي، مهدد بالنقلة في كل حين. لذلك رأينا أنه من خلال الوظائف الهامة اللي اعتناها الهيئة أنه توفر الغطاء، توفر الحماية القانونية للقاضي. بارك الله فيك سي محمد، مشكور. ترقية القضاة تبقى معايير موضوعية، مشكور سي محمد. القضاة كذلك وتأديبهم، تأديب القضاة، واعتبرنا أن الهيئة دي ستكون كذلك هي مدخل كذلك لتأديب القضاة، تبقى معايير وتبقى ضمانات. بارك الله فيك سي محمد. تبقى معايير دولية متعارف عليها توفر الضمانات الأساسية للقاضي. بارك الله فيك سي محمد. مبدأ المواجهة والطعن في القرار التأديبي إلى غير ذلك. كما أولينا يا سي محمد راهو نحكيو على تغول القضاة وأنت باش تغول علينا في الحصة. لا 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 مش تغول، بل هي الحرص على إيضاح الحقيقة لا غير. يعني لا هي مداعبة فقط، حبينا نشكرك على الإيضاحات هذه. بارك الله فيك على التوضيح ونعطيهم المفاهيم الصحيحة. بارك الله فيك. أن حكومة القضاة لم توجد في تونس ولن توجد، بل وجدت في سياق تاريخي، سياق نظري معين لا يجب استعماله في غير. بارك الله فيك سي محمد وتصبح على خير، مشكور. من المهام الأخرى اللي حبينا يا سي محمد، هم مهام استشارية كذلك في تقديم رؤيتها الاستشرافية لإصلاح المنظومة القضائية ككل ولمشاريع القوانين، باش نحوصل من توجه عليكم غير كل متوجه. مرحبا بك. من خلال مهامها إن شاء الله تكون الهيئة هذه لو كان إن شاء الله المجلس التأسيسي معناتها يتمشى ويتبع هذا المنحة ستكون مدخل حقيقي، مدخل لإصلاح القضاء. وإصلاح القضاء في تونس هو المدخل الأساسي للانتقال الديمقراطي. هو لا انتقال ديمقراطي من غير إصلاح حقيقي للقضاء. نحن القضاء التونسي عانى 50 سنة من الوصاية والتبعية، وكي نقولوا احنا حبينا تكون تركيبة قضائية بعيدة عن التجاذبات السياسية، راهو باش مش حرناها من وصاية بن علي باش نحطوها تحت وصاية أي حزب سياسي آخر أو أي وصاية من نوع. بارك الله فيك سي محمد. باش نكملوا النقاش في الحصة. مشكور على التدخل نتاعك وبينت لنا رؤية الجمعية فيما يخص التصور العام للمشروع الهيئة. مشكورة على تدخل وتلبية الدعوة وتصبح على خير. نمشي معك سي فاضل. السيدة كلثوم بينت لنا زوز اقتراحات اللي هو نتاع النقابة ومتاع الجمعية، وكنا نسمع في سي محمد بن طيف
السلطة التنفيذية عندها كذلك حق الاقتراح، وانتم على مستوى الوزارة كما حكيت معنا في الأسبوع الفارط فما تصور عام لإصلاح القطاع وبالخصوص مسألة الهيئة هذه، وكان فما تجارب حتى في الحديث مع السي أحمد وكذلك مع السيدة كلثوم رئيس الجمعية في مخصص التصور نتاعكم اللي حبيتوه يمس كل الأطراف اللي عندهم علاقة بالقطاع نتاع القضاء، في حين أن القضاة يحبوا يدافعوا على أنه الهيئة هذه تكون خاصة بالقضاة فقط. أعطينا تصور المشروع نتاعكم اللي هو باش يكون مشروع الحكومة. دون شك، وانا ممكن ابدا من ملاحظه ساقها السيد محمد الطيف، وهو القضاء مع مساوئ الماضي وتحديدا الانغلاق. احنا اليوم في المشروع الذي قدمته لجنه ساعدت الوزاره وزاره العدل الى تشكيلها والى تسهيل عمليه الحوار، معنى لاعداد لاعداد مشروع قانون. هذا المشروع القانون دون شك قلنا انه يساعد، ليس هو المشروع الاصلح ولا هو المشروع الاضمن لضمان استقلال القضاء، وانما قلنا راه مشروع في النهايه الغرض منه هو ايجاد اكثر مساحه للتوافق للتسهيل على المجلس التاسيسي حتى يقوم بدوره، حتى يسن قانون يخدم ينشا هذه الهيئه، ويضيق من الخلافات اللي صايره، خاصه ونحن حابين نقول لك رانا نعرفوا اليوم انه ثم خلافات كبيره صايره اليوم حول تحديد مفهوم السلطه، حول اليوم اداره شان القضاء، من له الحق في التدخل في هذا الشان، سيما وانه عندنا تجارب سابقه صارت. خلينا ناخذ، انا كمحامي ممكن الاحظ هنا انه الانغلاق ادى بالمحامين انه يسنوا مرسوم اليوم قاعدين يطالبوا بانهم يراجعوه. بالتالي قلنا في الوزاره قلنا انه الاصوب ان نهيئ ارضيه للوفاق انطلاقا من تشريك كل المكونات التي تهتم بشأن القضاء، سواء كان من مهن مساعدة للقضاء كعدول الإشهاد كعدول التنفيذ كالخبراء العدليين وغيرهم، المحامين باعتبارهم شركاء في المنظومة، وكذلك شخصيات وطنية مهمة، السيدة ليلى بحرية كانت طرف باعتبارها قاض لا ينتمي ممكن للمكونين الممثلين للقضاء، السيدة منية العابد باعتبارها ناشطة حقوقية وهي خبيرة في المجال الحقوقي وفي المجال العدلي، السيد سالم الأبيض وغيرهم والسيد قيس سعيد والأسماء والسيد رضا بالحاج، معناها عموما هي قائمة من الأسماء ذات خبرة في المجال العدلي، وفي النهاية وصلوا عن طريق حوار بناء استمر لمدة حلقات، السيد ضياء ثاني كيف كان حاضر عن جمعية المحامين الشبان حتى لا أنسى، عن طريق وصلنا عن طريق حوار بناء بين جملة هذه المكونات إلى صياغة مشروع وفاقي. هذا المشروع عمرنا ما قلنا راه هو المشروع الأمثل، وإنما قلنا هذا مشروع يضاف إلى المشاريع التي قدمت للمجلس التأسيسي حتى نسهل على المجلس التأسيسي أنه يسن قانون إن شاء الله يضمن لنا استقلال القضاء ويضمن القطع مع الماضي، يضمن لنا تجنيب القضاء اي وصايه من اي جهه كانت بما فيها السلطه التنفيذيه. لكن نلاحظوها احنا بصراحه انه ثم عقليه نتاع انغلاق، ثم بعض المشاريع اللي هي فيها شيء من الانغلاق، والانغلاق هذه راهي سيمه من سمات الماضي. اليوم نحن اذا كان بالفعل باش نقدموا مشاريع وباش نكونوا نحن ممكن متبنين روح الثوره والبناء، هو ان نعتمد التشارك ونعتمد الحوار كوسيلة، ما ثماش عنا بديل عن الحوار كآلية اليوم لفض خلافات. يعني خاطر فماش طرف من الجمعية ولا من النقابة نعم. وتطرح هذا يقول لك أنه معناتها وجود معناتها قطاعات يمكن تكون متدخلة في الهيئة هو تعويم للهيئة نعم. هذه مسألة القضاة يكونوا فيها القضاة، معناتها هذا كيفاش باش نتعامل معاه؟ نحن جاي قلنا انه خلافاتنا ما تتحل الا بالحوار، ما ثماش اي شكل اخر معناه يضمن لنا حل الخلافات غير الحوار، هذا من جهه. نفس الشيء بالنسبه لتعميق الافكار، اليوم الافكار ما تنجم تتعبق وما تنجم تضمن يجب يكون هذا في شكل استشاره، لكن ما يكونش في صلب الهيئه.
نعم معناتها استشاره في صلب التركيبه قصدي. نعم معناتها يجب يكون فما استشاره. نعم. للمهن ذات العلاقه. نعم. بالقضاء في تصور مؤقت للمرحله هذه وتكون. نعم. معناتها هذا معناتها هذا من جهه. قلنا قلنا انه الخلافات ما تدار الا بالحوار. هذا من جهه، لكن من جهه اخرى قلنا ان الانغلاق اليوم اراه ما يصلحش. اليوم قبل شنو كان قبل؟ كان انه السلطه التنفيذيه منغلقه بواسطه الحزب الذي يديرها على روحها، وبالتالي تقرر ما تشاء، ما ثماش معنى حقيقي للتشريك وللحوار. اليوم نحن لازم نقطع مع تلك العقليه. اليوم في تركيبه الهيئه، في تركيبه السلطه القضائيه، في تركيبه هذه الهيئه باعتبار انه اسس من خلالها الى سلطه قضائيه، يلزم يتوفر فيها او يلزم على الاقل تضمن امرين اساسيين. اولا الشفافيه، الشفافيه في القرارات، واثنين انه تضمن التوازن. لانه اليوم وقت نبدا نحكي على سلطه، والسلطه هذا مكون من مكونات الدوله، السلطه القضائيه هي مكون من مكونات الدوله، يلزم قراراتها تتوفر فيها الصدقيه، وتتوفر فيها الامانه، وتتوفر فيها الموضوعيه واحترام القانون وغيره. هذه المواضيع انا باش نعرف اللي انا فعلا احترمت. ما تنجم تكون الا بانه نخرج من الانغلاق. نفس الشيء بالنسبه للتوازن، هذه اليه اساسيه. اليوم وقت نحكي انا على السلطه القضائيه، مش المساله مش مساله تغول ولا مساله، وانما لضمان خدمه مصلحه الشعب. كون السلطه القضائيه ما تخدم الا مصلحه الشعب وما تخدمش القاضي الفلاني او علان او غيره، معناها يلزم توجد توازن داخل هذه السلطة. معنى آخر، راهو كي ننغلقوا احنا مجموعة من القضاة وناخذوا قرار نقولوا راهو فلان يحتاج انذار، من قال انه يحتاج انذار؟ شكون يشهد لنا انه فلان يحتاج انذار؟ وانك احترمت القانون في شأنه. النقطة هذه باش نرجعوا لها، اما سؤال او يحتاج عازل او غيره، معناها باش نرجعوا لها، باش ما نخرجوا نحن من عقلية تصفية الحسابات. وباش معناها لانه السلطه غير تنجم تستعمل لتصفيه الحسابات سواء كان مع في التصور نتاع الوزاره اللي يكون باش يكون مشروع نتاع الحكومه. حكيت على المسائل العامه في تشريك. نعم. القطاعات الاخرى في صلب هذه الهيئه. نجيب نفس السؤال اللي سالته السي محمد بالنسبه للتركيبه والمهام، تصوركم بالنسبه للتركيبه والمهام كيفاش التركيبه باش تكون؟ لا نحن بالنسبه للوزاره هي تقف على الحياد في هذه المساله. كما قلت احنا سهلنا العمليه معناها على جملة من المكونات اليوم اللي هي مهتمة بشأن القضائي ومتداخلة في شأن القضائي على أنها تلتقي وتعد مشروع. نقدر أن هذا المشروع يحقق إضافة إلى جانب المشاريع التي قدمت. معنى المشاريع التي قدمت ثاني كيف رأي فيها خيرات كبيرة، هي مشاريع هامة. مشروع اللي قدمته الجمعية هو مشروع هام، والمشروع الذي قدمته النقابة مشروع محترم. أيضا وصلتوا في المشروع نتاعكم باش معناتها تقدمون مجلس التأسيس؟ لا هذا المشروع إذا كان ثم زوز اقتراحات، واحد فيه 58 فصل واحد فيه 97. نعم. فما تصور واضح للتركيبة والهيكلة وللمهام. فين وصلنا في عدد الفصول ولا فين وصلنا؟ في عدد الفصول عند بالي 26 ظهر لي هكا 26 فصل. اي المشروع اي بس مازال ما وقعش مصدق عليه وما وقعش تقديم. عندنا ما نقولوا في حكايه الفصول وحكايه كمجلس تاسيسي في اللجنه في اطار لجنه. باش نكمل باش نربط مع المحامين الشبان وباش نشوف معناتها تصورهم للهيئه هذه باعتباركم جناح في المسألة العدالة، معناتها باعتباركم كمحامين وعندكم تصور لإصلاح القطاع. المنفذ توا المتاح من خلال التنظيم المؤقت للسلطات هو هالهيئة هذه، هذا اللي متاح قانونا. معناتها هالمنفذ هذا كيفاش نجموا احنا نستغلوه باش نأسسوا الاستقلالية القضاء وليه هيكل يتابع يعوض المجلس الأعلى للقضاء كمحامين، شنو ما تصوركم؟ أنا قبل الإجابة على هذا السؤال تفاعلا مع السي الفاضل حول مرسوم المحاماة، أود أن أذكر بأن مرسوم المحاماة يبدو لي أنه الإشكال اللي فيه والمطالبات اليوم بتنقيحه أو بمراجعته مش راجع للانغلاق الذي قدم فيه، وإنما يبدو لي لأنه هنالك بعض التدخلات التي وقعت على بعض الفصول فيه واقتطاع بعض الفقرات منه وقت اللي تقدم، هو الذي جعل يبدو لي مرسوم المحاماة فيه اليوم بعض النقائص وممكن تداركها. فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته، هو المسألة واضحة بالنسبة لنا، احنا جينا للتباحث وتقديم مقترح حول هيئة مؤقتة للسلطة القضائية.
البعد المؤقت لابد ان يكون واضحا. احنا اليوم جينا طرحنا اشكال، قلنا علاش طرحت مساله استقلال القضاء بهذه الحده وبهذه الطريقه، باعتبار ان السلطه القضائيه كان هنالك استقلال القضاء للقضاة ولكن لا وجود لاستقلال القضاء. كانوا السادة القضاة يناضلون باستقلاليتهم من أجل تقويض هذه المنظومة التي فرضت عليهم من السلطة والتي ضربت كثيرا من الأحيان والتي حاول النظام السابق تدجينها وأن يطوعها لفائدته. اليوم لابد من بعد ثورة أن يطرح هذا المسألة. نحن في فترة انتقالية، هذه الفترة الانتقالية تسري على الجميع، لابد أيضا أن تسري على الهيئة المؤقتة للقضاة. وبالتالي أنا بالرغم من تقاطعي مع العديد من النقاط التي أثارها سي محمد بن طيف ووجوب النضال من أجل تحقيق هيئة مؤقتة مستقلة تكرس بالفعل استقلال القضاء، ولكن أيضا لابد من التسطير أو إبراز الجانب المؤقت، أي الانتقال من هيمنة كاملة للسلطة التنفيذية على جهاز القضاء إلى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة إنشاء المجلس الأعلى للقضاء والذي سيكرسها الدستور ثم القانون الأساسي للقضاة. هذه قلت النقطة الأولى. النقطة الثانية هي قلنا أن يكون التركيب معنى تكريس استقلالية القضاة لا يمكن أن يكون إلا من خلال المهام ومن خلال تركيبة. قلنا أنه هذه التركيبة لابد بالضرورة أن تكون فيها هنالك قضاة منتخبون أكيد، ولابد أن يكون فيها لكن لابد أيضا أن يكون هنالك قضاة معينون وقضاة آخرون يسمون حسب الرتب أو حسب الصفات يكونون موجودين حتى نضمن نوعا من الاستقلال نوعا من التوازن بين هذه التركيبات المختلفة، حتى نضمن بالفعل أنه ما فماش لا نقع في المحظور، أنه بالفعل تكون هذه التركيبات هي تركيبات متوازنة. النقطة الثانية التي حاولنا أن نركز عليها في هذا أو المبدأ الذي حاولنا أن نركز عليه هو أن تكون هذه الهيئة هيئة مغلقة. يجب أن تكون هذه الهيئة هيئة مفتوحة. هذا استنادا لشنو؟ استنادا إلى الدول التجارب المقارنة والدول التي يشهد القاسي والداني بأن القضاء فيها قضاء مستقل ويضرب به المثل، كما فرنسا، كما إسبانيا، كما البرتغال، كما إيطاليا، كما غير ذلك من الدول. خذينا بعض التركيبات المجلس العليا للقضاء وانظرنا حتى في بعض التجارب الانتقاليه كما رومانيا، كما جنوب افريقيا، كما عده دول، وخذينا تجارب لن نجد مطلقا لم نجد اي نموذج من النماذج الذي وقع دراستها فيها هيئه متكونه كلها من قضاة وكلهم منتخبون. عادة ما نجد التركيبة تقريبا الموجودة في كامل هذه الأنظمة نلقى قضاة منتخبون قضاة معينون ونجد أثرا للسلطة التنفيذية وأثرا للسلطة التشريعية، هذا بالإضافة إلى ممثلين على المهن القضائية والأساتذة الجامعيين أو المجتمع المدني، هذا حسب الأنظمة ويختلف من جهة إلى جهة. احنا حاولنا أن نكرس جملة هذه المبادئ من خلال النظام الموجود عندنا الآن، كيف ننتقل به إلى نظام تكون فيه السلطة القضائية سلطة مستقلة، يعني لا نقطع تماما مع التقاليد الموجودة عنا ومع الرتب الموجود عنا وما تعودنا به في أنظمتنا في نظامنا هذا، لكن مع بعض التحوير الذي يضمن للقضاء أن يكون قضاء مستقلا، أن يخرج في مرحلة أولى ما نقولوش أن يخرج في مرحلة أولى من هيمنة السلطة التنفيذية. أتصور أن ما وقع التوافق حوله أثناء هذه الجلسات يسمح في نظرنا بأن لا تضع السلطة التنفيذية يدها على هذه السلطة. صحيح من الممكن أن يعني أن نناقش بعض النقاط الأخرى، عدد القضاة المنتخبين، كيفية الترفيع فيهم، ممكن هذا يخضع للنقاش أكيد، والمشروع المقدم يمكن تحويره وتطويره في المستقبل، هذا أكيد ولا نشك فيه، ولكن الأكيد أيضا أنه بهذه التركيبة لم تعد السلطة التنفيذية من شأنها أن تتدخل في القضاء وأن تهيمن عليه. بارك الله فيك سي ضياء الدين. مدام ليلى بحرية، باعتبارك قاضية معناتها ومستشارة محكمة التعقيب، لكن بصفتك الثانية دوزيام كاسكيت بتاعك رئيسة جمعية حقوقيين بلا حدود، أكيد عندك تصور الإصلاح ونظرة لتركيبة ومهام هذه الهيئة، وخاصة أني عضو في اللجنة هذه. أيوه. بداية نحب نرفع لبس على زوز مغالطات، نقول مغالطات، هو تنشر المشروع هذا ما يسمى بمشروع الوزارة، تنشر في المواقع الاجتماعية، تنشر في الصحافة،
ورغم ذلك يقال انه مشروع الوزاره. انا نحب ناكد انه اللجنه هذه اللي متكونه من ممثلين الهياكل اللي تهتم بمنظومه العداله كانت حاضره، شخصيات وطنيه كانت حاضره، انا شخصيا مع يعني بصفتي قاضيه معناتها حاضره بصفتي شخصيه كنا حاضرين. دونك ماهوش مشروع الوزاره كما يشاع. الوزاره من حقها كسلطه تنفيذيه كانت تنجم في معناتها وسط مغلق تعد مشروعها وتعديه كمشروع سلطه تنفيذيه. هي توجهت اتجاه اخر انه تشرك اكبر عدد ممكن. اكيد الناس اللي تسمع باش يقولوا هذه مناوره سياسيه، هاكا السلطه التنفيذيه زعما شاركت الناس وعديت مشروعي. مش صحيح، انا حضرت في جميع الجلسات وخدمنا بكل اريحيه على المشروع هذايا وبكل شفافيه وتناقشنا في كل شيء، والمشروع اللي خرج نتيجه توافق. سيد وزير العدل ما فرض علينا حتى شيء. صحيح انه اثناء العمل وهذا من حقه سي الفاضل كان حاضر كمقرر الجلسه، يجي في اول الجلسه وسيدي كان حاضر يقول راهو السيد الوزير يقترح عليكم كذا وكذا، ناقشوا في اطار من الشفافيه في اللجنه مقترحات قبلناها ومقترحات رفضناها، وعمره ما رجع لنا سي الفاضل وقال لا راهو قال لكم السيد الوزير المقترح هذا يلزمكم تقبلوه، هذا مش صحيح. المغالطة الثانية للبارح من طرف زملاء يقولوا لي كيفاش سيد وزير العدل يترأس هو الهيئة، ألوركم مش صحيح. يعني عندنا مجلس تأديب و هيئة القضاة اللي تتلهى بالمسار المهني يترأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، لأن حبينا نعطيه رسالة للمجلس الأعلى الدائم، حبينا نردوا الاعتبار لأعلى سلطة قضائية في البلاد اللي هي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. ما يترأسه السيد وزير العدل وهذا شيء منطقي هي الهيئة اللي من صلاحياتها تقديم مشاريع في كل ما يتعلق بالعدالة أو تستشار في ذلك. يعني سيد وزير العدل بوصفه سلطة تنفيذية يعني سلطة سياسية، هذايا دوره دونك هو يشرف على يترأس الهيئة. لكن شكون يعارض هذا؟ لأنه التنظيم مؤقت للسلطة وجهة الاقتراح تنجم تكون الأعضاء مجلس تأسيسي بمعناتها ب10 أعضاء، وكذلك الحكومة لها الحق ولوزير العدل له الخيار في أنه يحدد التشكيلة ولا التصورات باش يقدم مشروعه للحكومة ومن بعد يمشي لمجلس التأسيس. شنو المغالطة فيها؟ سامحني قلت لك المغالطة أنه تنشر يعني المشروع هذا نتاع الوزارة ورغم ذلك يقال أنه مشروع الوزارة وقت اللي هما الناس كل تعرف أنه اللجنة خدمت بكل شفافية ونأكد على هذايا بكل شفافيه، ماهوش مشروع، ماهيش تصورات وزير، والله يصدقوني سيد وزير العدل انا اعرف تصوراته هو شخصيا شنو هو. سامحني بالنسبه للتصور دونك انا نتبنى المشروع هذا بطبيعه، حضرت وصدقت عليه في كل شيء. اللي احنا القضاة وكذلك حتى المواطن من 14 جانفي لليوم شنو هو الشعار اللي نرفعوا فيه؟ نقولوا القضاء شأن وطني، القضاء شأن عام. وهذا طبيعي جدا. لأنه في الأخير كي نحكيو على استقلال القضاء ماهوش امتياز للقاضي بل هو ضمانة معناتها للمواطن، خاطر طيلة 60 سنة المواطن هو اللي تكوى بالقضاء غير المستقل. ولكن أنا نستغرب أنه نرفعوا الشعار هذا مدة عام ونص ومن بعد نقولوا لا توا الناس كل تفضلوا وخرجوا على رواحكم، الهيئة هذه نعملوها منغلقة كيف ما قال سيدي قبل. ما لقيناش في قوانين مقارنة أنه التركيبة ما فيها كان قضاة، خلافا لما يتصوروه زملائي القضاة، راهو كي دخل ناس من غير القضاة في الهيئة ولا في المسألة القضاء معناتها الدائم تضمن أولا الشفافية، لأنه احنا تعودنا المسألة القضاء يدور معناتها تدور كل شيء في إطار غرف مغلقة. الشفافية ونزيد من حق المواطن سواء عبر
ممثليه في المجتمع المدني. احنا اخترنا نقولوا 5 شخصيات وطنية، لكن فما تجارب أخرى. السلطة التشريعية تكون موجودة. احنا قلنا شخصيات وطنية يختارها المجلس الوطني، مش في نفس الوضعية اللي احنا توا فيها. احنا هذه ايش قلنا؟ قلنا احنا توا مرحلة انتقالية، معناتها نمشي في هذه النقطة الثانية. في التركيبة هذه اخترنا نوع من التوازن، انه قضاة بصفاتهم موجودين وقضاة منتخبين وشخصيات وطنية. وخليني نقولها بصراحة، وضع القضاة حاليا 14 جان في اليوم راهو كان عنده تأثير في تصورنا للهيئة. حتى الانشقاق ما بين نقابة وجمعية، وفما اللي منسلخين من نقابة ومن الجمعية وما ما عندهمش حتى صوت. قلنا احنا اذا كان باش نعملوا اغلبية متاع قضاة منتخبين، اذا كان طلعوا جماعة يعني قضاة من الجمعية باش تولي ربما تصير تصفية حسابات، والعكس صحيح. كان طلعوا النصف بالنصف، الحرب الضروس اللي قاعدة تدور من 14 فهم اللي تكونت النقابة لليوم باش تولي في الهيئة، وهذا خطير ياسر، لأنه هذه مرفق عام. في الأخير الحرب الضروس باش يتضرر منها المواطن. بارك الله فيك على الصراحة متاعك، لأنه فما حتى حد جرى قبل أنه يحكي بالصراحة هذه على واقع على القضاة. هو الواقع هذا يعرفوه الناس الكل. لا يعرفوه الناس الكل. ولا شيء في الإعلام في الشارع الناس الكل تحكي به. مدام كلثوم، احنا عرشت بكري شوية على من المخول له اقتراح القوانين، وقلت انه فما 10 من اعضاء المجلس، وكذلك فما اقتراح الحكومة، لكن كنت باش تحب تبين نقطة فيما يخص الفصول وشكل ما يمكن اقتراحه، كان عندك ما تضيف. هنا عندي ما نقول بخصوص التركيبة والصلاحيات، خاطر السلطة التنفيذية أعطت رأيها، واللجنة اللي شاركت في صياغة المشروع ربما والإعداد له، مشروع وزارة العدل، أعطوا رأيهم. أنا نعطي رأي اللجنة على الأقل. احنا كي وردوا علينا المشاريع هذه كانت مشاريع محددة بخصوص التركيبة وخصوص الصلاحيات، تقريبا المشروعين متقاربين بشكل كبير في خصوص التركيبة، أنه يكون لابد أن يكون المسألة المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، من ترقية، من تسميات، من نقل، تكون شأن قضائي، ولابد أن تكون الهيكل الذي سينظر في هذا المسار يكون من قضاة. كذلك بالنسبة للتأديب، وكذلك بالنسبة للهيئة الاستشارية هو كهيكل آخر ورد في المشروعين. فقط احدى المشروعين هذوما، واحد منهم بالنسبه للهيكل الاستشاري، يدرج شخصيه وطنيه ويدرج اطراف اخرى تابعه لقطاع العداله والقضاء، كالهيئه الوطنيه للمحامين او جمعيه الخبراء العدليين او غيرها، وحتى بعض الاطراف من وزاره العدل. لكن مشروع آخر ما كانش فاتح الباب لأطراف أخرى غير القضاة. نقول أنه كان مشروع نسبيا منغلق على القضاة أنفسهم. هذية بالنسبة للمشروعين للأمانة اللي وردونها. لكن النقاش في اللجنة كان النقاش والأراء كانت متنوعة ومتعددة، باش نشرد بكل أمانة ما تم من نقاشات، أنه السؤالات اللي كانت مطروحة، الهيئة هذية في تركيبتها هل يجب أن تكون من قضاة فقط؟ إذا كانت من قضاة فقط بالنسبة للبعض، هل سيكون جلهم منتخبون أم منتخبون ومعينون؟ وإن كانت لا، وإن كان لابد أن تكون هيئة من قضاة ومن أطراف أخرى غير القضاة، كمحامين أو من الوزارة، أطراف أخرى، شخصيات وطنية أو غيرها، فمن هؤلاء الأشخاص اللي ممكن يكونوا في الهيئة؟ كما قلت هناك من كان في اتجاه أنه لابد أن تكون هيئة مشكلة من قضاة، لكن للأمانة نقول أنه كانوا أقلية ما كانش أغلبية. الأغلبية متجهة في أنه تكون هيئة مختلطة من قضاة ومن غير القضاة. البعض منهم كان ماشي أيضا في أنه لابد أن تكون هؤلاء القضاة جزء منهم منتخب وجزء منهم معين، استنادا علاش
ليزارغيومون نقول التبريرات للرأيين بالنسبة للرأي اللي يقول أنه لابد أن تكون منقوضات فقط، يقول أنها هيئة وقتية، بالتالي هي وقتية، خلي شأن القضاء باش تسيروا في عام وتمشي على روحها، وبعد كي يجي القانون نتاع المجلس الأعلى للقضاء العدلي فإنه نجموا نعملوا فيها تركيبات أخرى وأشخاص أخرين غير القضاة. كذلك يقول أنه هذا الشأن شأن قضائي، أصحاب الرأي يقولوا من قضاة فقط، يقول هو شأن قضائي وهو يهم القضاة فقط، وبالتالي لا يمكن لأشخاص أخرى أن تتدخل في الشأن القضائي على غرار يقول أنه قطاع المحاماة، فإن المحامين ما في الهيئة متاعهم ما تدخل لهمش أطراف أخرى. الرأي الثاني رأى أنه وكذلك كما قال سي محمد بلطيف في الرأي هذا باش نكون أمينة للمعلومة، أنه ينطلقوا من الفصل 22 وتأويله أنه بعد التشاور مع القضاة وممثلة، ولأنه يقولوا ممثلة للقضاة هو الفصل ما يقولش ممثلة للقضاة، يقول ممثلة فقط، مع العلم أن الفصل هذا 22 أثار جدل عند المصادقة عليه، ونأكد أنه الجمعية كانت ضد الانتخاب، تقول أنه وقتها حتى في المجلس التأسيسي صارت إشكاليات، هو مجموعات ضد الانتخاب، هو كيفاش يحبوا التعيين، لكن الرد كان أنه القضاء لم يطهر بعد، وهناك من القضاة الفاسدين، وبالتالي شنو اللي يظن انه بالانتخاب ما يطلعوناش قضاة فاسدين، وهذا من الرأي اللي يقول انه لابد انه يكون اطراف معينة الى جانب اذا كنا باش ننتخبوا فانه لابد ان تكون هناك اطراف معينة. الشق الثاني اللي يقول انها تركيبة مختلطة يرتكز للقانون المقارن والدول الدول الغربية ودول متقدمة، تركيبة المجلس الأعلى للقضاء فيها هي تركيبة متنوعة. كذلك يقول انه القضاء هو شأن عام، بالتالي هذا ماهوش كي قطاع المحاماة، وقالوا قطاع المحاماة فهو قطاع، احنا نهربوا من الكوربوراتيزم القطاعية في إطار التصور. كذلك يقول انه القضاء يهم السلك القضائي والعدلي بصفة عامة، وبالتالي لابد ان يكون مشارك في هذا الشأن جميع الأطراف التي لها علاقة بالقضاء وبالعدالة، خاصة أنه في لجنة الهيئة الدستورية ولجنة القضاء العدلي والإداري أنه حتى الهيئة هذه المجلس الأعلى للقضاء ناس أعطت تصور أنه يكون مجلس أعلى للعدالة، بالتالي ما عادش القضاء وحكر على القضاء فقط، إذا قلنا للعدالة فإنه مفهوم أوسع من مجلس أعلى للقضاء. كذلك أصحاب الرأي اللي تمشي في أنه لابد أن يكون أطراف مشاركة، يقول إحنا نحن استشرف لمجلس أعلى للقضاء، إذا باش نستشرفوا لشيء لابد أن نمهد له في إطار هذه الهيئة، وبالتالي الرأي هذا يقول أنه من الضروري تشريك أطراف أخرى غير القضاء. بارك الله فيك، تقريبا التصورين اللي يتواجدوا، تصورات واضحة والأكيد أنه على مستوى اللجنة، على مستوى اللجنة عندكم معناتها بوضوح تنظروا للمشاريع هذه، لكن نحكيو لهنا على لو فاكتور ديتيرمينون بور معناتها الشوا الاختيار النموذج، هذا يرجع لاعضاء اللجنه عفوا او يرجع للمصادقه عليه، معناتها اذا كان باش يقع اختيار حاجه من اللي كنت تستعرض فيهم توا، ما هو العامل الحاسم فيه؟ حدد. أي احنا بالنسبه للاعمال نتاع المجلس بصفه عامه، الاعمال نتاعو تسمت بالوفاقيه، احنا اذا توصلنا لحل وفاقي بين أعضاء اللجنة على أساس اختيار الشكل الأول أو الشكل الثاني أو شكل مختلط أو غيره فإنه يحبذا إذا وصلنا للوفاق، وإلا فإنه يوقع التصويت داخل اللجنة على أغلب على اقتراح يمشي في أغلب الأصوات، إذا ما تحصلناش على الأغلبية فإنه ترفع المشاكل الخلافية للجلسة العامة وهي اللي تحسن فيها سواء في اتجاه هذا أو هيك. بالتالي احنا نحاول دائما ان نسعى للتوافق في اطار اللجنه، وفي الاخير ترفع توصيه للجلسه العامه وهي صاحبه القرار النهائي والاخير. بارك الله فيك مدام كلثوم على التوضيحات هذه، اتونا نرجع لك مدام ليلى، لكن خاطر بالترتيب نمشيو لسي الفاضل. السي الفاضل في الفصل 22 يقول انه الهيئه هذه تعوض ولا تحل محل المجلس الاعلى للقضاء، شنية المهام تاع المجلس الاعلى للقضاء ونعرفوها اللي هي معناتها فما قانون اساسي للقضاة فما مجلس، لكن في المرحلة المؤقتة هذه ما هي المهام المتعلقة بالهيئة هذه اللي من خلالها باش تعوض المجلس الاعلى للقضاء؟ هما في الواقع ثم ثلاثة مهام أساسية، لكنه ممكن ما يعني الهيئة هم زوز مهام أساسية، التأديب من جهة والمسار المهني من جهة أخرى. المسار المهني ويقصد بذلك تسمية القضاة وترقيتهم
ونقلهم. معنى ما يسمى بالحركة. والتأديب كما هو معلوم عند الخطأ القاضي المهني، فتنتصب هذه الهيئة كسلطة تأديبية لمؤاخذة القاضي على ما ينسب له بحالة بطبيعة من سلطة الإحالة اللي هي وزارة العدل. معنى هذه المهام الأساسية. نحن في هذه المهام الأساسية رأى أنه اليوم رأوا إذا كان باش نلتزم بالمعايير الدولية ممكن باش نحذو حذو الدول المتقدمة، لازمنا ناخذوا ممكن ندرس شوية هذه النماذج القانونية المقارنة ونحاول على الأقل أن ناخذ منها ممكن ولو مرحليا. صحيح أن نحن اليوم في إطار مرحلة انتقالية، لكن نحاول على الأقل ناخذ منها ما يضمن الشفافية وما يضمن التوازن لأن هذه مسائل أساسية. اليوم أنا كي ناخذ البرتغال مثلا، هذه المجلس الأعلى للقضاء فيها يتكون من 7 قضاة منتخبين و7 من مجلس النواب و2 يعينهم الرئيس. ناخذ إسبانيا من يتكون المجلس من 20 عضو، 8 أعضاء من مجلس النواب و 12 عضو يعينهم الملك، ما ثماش فيها انتخاب، يعينهم الملك ما ثماش فيها انتخاب. كي ناخذ فرنسا ممكن المثال الفرنسي هو يتقارب الى حد كبير مع المثال الذي اعتمدته اللجنه، وهو انه يوزع التركيبه على من خلال الوظائف. ففي الوظيفه التاديبيه 6 قضاة منتخبين و6 من غير القضاة يمثل، ينجم فيها ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين، وفيها عن الكونغرس والسيناء، وفيها عن مجلس النواب، وفيها عن رئيس الدولة، وفيها شخصية وطنية حقوقية وغيره. وكذلك المسار المهني كيف فيه 6 قضاة منتخبين ستة أعضاء من غير القضاة. هذا ناخذ المثال الفرنسي، هذا في المسار المهني. في المجلس الثالث واللي هو هذا رسم السياسات، هذا فيها أغلبية من غير القضاة، فيها أغلبية لصالح غير القضاة. معناها هذا ناخذ المثال الفرنسي. كي ناخذ المثال الإيطالي نفس الشيء، في هذا التنوع محفوظ. وناخذ المثال الألماني وغيرها من الأمثلة، بمعنى أنه راهو هذه ضمانة للقضاء وضمانة لمن هو في المجلس، راهو كي ياخذ قراره والشفافية مضمونة، لأنه هذا التنوع شنو يحفظ السلامة في اتخاذ الموقف، يحفظ أنه ما ثماش كما كانت توا الأخت كلثوم تعرض أنه راهو ثم ممكن انحياز للقطاعية. لا، الانحياز الوحيد هو للقانون وللمصلحه العامه فحسب. بارك الله فيك سي الفاضل. نجيو تفضل. بخصوص نقطه بخصوص السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، وهذه اشكال تطرح معناها على حتى على النقابه وعلى الجمعيه لما وردوا على اللجنه مساله الرقابه. احنا قلنا انه المفروض انه السلطه القضائيه هي كيان من تابع للدوله، هو جهاز من اجهزه الدوله، وبالتالي جميع السلطات تراقب بعضها. احنا كي جانا المشروعين والسؤال كان مطروح على قلت لك على الجمعيه والنقابه، السلطه القضائيه من يراقبها؟ احنا بالنسبه لنا احنا عندنا السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، يمكن المراقبه المتبادله وارده وموجوده في النظام المؤقت من سحب الثقه من حل البرلمان من غيره. السلطه القضائيه من سيراقبها؟ كيف ستتم مراقبتها؟ السؤال هذا اجاب عليه انهم القضاة سيراقبون انفسهم بانفسهم، هل هذا ممكن؟ هذا سؤال مطروح للجواب عليه. الاكيد انه فما اليات موجوده للمراقبه، معناتها المسائل متعلقه باداء القضاة او متعلقه بالهيكل ككل، معناتها هذا معناتها مجال للنقاش والتفكير. طلبت الكلمه مدام ليلى بكري. اي تعقيبا على بعض ما ورد بكلام الاخت كلثوم على انه، وهذا نسمع فيه حتى من عده قضاة، يقول كيفاش المحامين مثلا يكونوا موجودين في الهيئة، ولو أنه احنا ما قلناش محامين بالنسبة على الأقل المرحلة الانتقالية، لا ما في المستقبل حاجة ماهيش غريبة وماهيش مستبعدة. أنا أقول لا يمكن يعني سواء الهيئة الوقتية أو المجلس الأعلى للقضاء المرتقب
لا يمكن مقارنته مع الهيئة الوطنية للمحامين أو هيئة الصيادلة أو غيرها. هذوك بالمجد هياكل مهنية قطاعية هذه راهي سلطة. احنا نحبوا كيفاش نقولوا احنا نحبوا سلطة ومن بعد نقارنوا نفسنا بهياكل مهنية. هذه النقطة الثانية. نحب لازم باش نعرج على التطهير. التطهير اللي رفعناه هو جاي السؤال الاخر باش يكون على الموضوع هذا. سلطة نمشي مسألة الرقابة سامحني. تفضل. صحيح. شنو القضاة يراقبوا نفسهم؟ قضاة اليوم ما عادش بعد 14 جانفي المواطن. انا ما نقولش لا احزاب ولا مجتمع المدني. المواطن ماهوش مستعد باش يتبهذل وباش حقه معناتها يتباع ويتشرى وباش تنتهك اعراضه وباش تغتصب أرزاقه بواسطة القضاء. وبالتالي لابد من رقيب. من أنا قاضية ما تنبذش أن يكون عندي رقيب، لأنه كيف ما نقولوا السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. بالعكس، هو قد ما عندك سلطة قد ما يلزم يكون عندك رقيب. كيف ما قالت الأخت كلثوم، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية عندهم شكون يراقبهم؟ مش معقول باش السلطة القضائية معناها تعمل اللي تحب. بارك الله فيك مدام. السؤال الاخر في حصتنا باش يكون حول اصلاح القضاء، يكون قبل الهيئه او من بعدها. سي ضياء الدين، الاولويه في الاصلاح يكون قبل انشاء الهيئه او من بعدها؟ معناتها الاكيد انه فما الكثير من الجدل في الليمات هذه حول تمثيليه الهيئه. كما كانت تحكي مدام ليلى تقول لك اذا كان فما اغلبيه من طرف معين سوف يقع تغوله مع الطرف الثاني والعكس صحيح. الأكيد أنه اللي مطروح من قبل الوزارة تصور معين يقول لك هات ندخل توا في المحاسبة وفي الإصلاح ومن بعد نعمل الهيئة. فما شكون يقول لك لا، نعمل الهيئة وهذا شأننا احنا كقضاة وتنصف في أمورنا. انت كيفاش تشوف المسألة هذه؟ هي المسألة أنه عندنا زوز نقاط لابد أن نتناولهم، هي إنشاء الهيئة والإصلاح. المسألة في شكون الأسبق؟ لابد ان تكون النقطه اللي ننطلقوا منها النقطه ما تعطلش النقطه اللي بعدها. بمعنى انه اذا كان باش نبداو في الهيئه المؤقته قبل الاصلاح على مستوى الاشخاص واستبعاد الاشخاص، ونعرف انه من الممكن تكون لنا فرضيه وقت اللي نعملوا الهيئه يستحيل معاها فيما بعد انه نقوم بعمليه التطهير او الاصلاح، لانه البعض يرفض كلمة التطهير. فبالتالي يبدو لي أنه خلينا نبدأ بالنقطة الثانية اللي لا يمكن أن تعطل النقطة اللي من بعدها. بمعنى أنه نبدأ بالتطهير أو بالإصلاح ومسألة الهيئة المؤقتة جايينها، لأنه ما نتصورش أنا إذا كان العدد اليوم أنا نسمع في أعداد، وهي مسألة السادة القضاة يعرفوها أكثر منا إحنا. اليوم الناس الكل تجمع على أن القضاء مسه شيء من الفساد. صحيح في مجمله هو قضاء نزيه، هو قضاء محايد، قضاء متاع قضاة مناضلين، متاع ناس بالفعل يحبوا بالفعل يقوموا بواجبهم بشرف وبأمانة، هذا لا شك. وإنما الكل أيضا لسمع معناتها الهياكل الممثلة للقضاة، المجتمع المدني، الوزارة، الناس الكل المتداخلين في هذه العملية يقرون أيضا بأن هنالك فساد في هذا القطاع ولابد من أخذ التدابير اللازمة معه. إذا كان اليوم قاعدين نسمع في قوائم فيها 200 فيها 300 وفيها مش عارف أكثر وأقل، ونتصور أنه هذه الأعداد لو كان يفتح الباب للانتخاب ويفتح الباب إلى أن تواصل تلعب دورها، يبدو لي أنه يصبح من المستحيل إجراء عملية إصلاح لناس اكتسبوا شرعية بالصندوق. لو أن بعض من يخشى فسادهم أو بعض من يمكن أن تكون أيديهم معناتها امتدت لأمور ما تليقش بالقضاء، اليوم لو كان يحظوا بثقة متاع زملائهم ولا لو كان يفرزهم الصندوق بطريقة من الطرق، وإحنا نعرف المسائل الانتخابية كيف تجرى بطريقة من الطرق، تصبح له حصانة أخرى هي حصانة الصندوق. وقتها نتصور أنه عملية الإصلاح تصبح لنا مستحيلة. بالتالي
إذا تبنينا هذا المنطق وهذه المنهجية تصبح عملية أول حاب نقولها شيء نحب نقول أنه سي الفاضل يغزرني نحب نقول أنه روى آلية الإعفاء ولئن كانت حسب التبريرات اللي سمعناها الناس برت لماذا اللجوء إلى هذه الآلية نحب نقول أنها ليست الآلية المثلى في إصلاح القضاء صحيح أنه الآلية هذه المعتمدة اليوم والتي وقع بمقتضاها إعفاء 82 قاضي صحيح الآليات الكل الآليات الكل الاعتماد على مجلس التأديب بقانون 67 قابل للنقاش وقابل للنقد وله مساوئه أيضا اعتماد إحالة ملفات بعض القضاة كما سمعنا على القضاء وخلي مدام قالوا مدام هذا القاضي ارتكب أشياء لا يمكن السكوت عنها وهي ذات صبغة جزائية وفي بعضها جراءة هتنحيلهم القضاء طور القضاء هو بنفسه يقوم بالمحاسبة نجموا نتيحوا أيضا في بعض الإشكاليات الأخرى في رفع الحصارة وغيرها وغيرها يعني ما فماش آلية ماهيش قابلة للنقد ولكن آلية الإعفاء أيضا هي آلية قابلة للنقد صحيح ترتكز في مجملها على الثقة التي يمكن أن تمنحها للوزير هذا ما فيه الشك ولكن أيضا لابد من التريث اليوم مع فتح باب التظلم نتمنى أن فتح باب التظلم يمكن أن يرفع أي شبهة تشوب هاته تحوم حول هاته الآلية ويبدو لي أن الوقت العفو على بارك الله بارك الله فيك مدام ليلى في معناتها دقيقتين التصورك مسألة الإصلاح والهيئة كلاهم أي كلاهما يسبق الآخر التطهير أو الهيئة الإصلاح عبر التطهير أنا شخصيا كان بودي أنه جوس بعد 14 جانفي بواسطة مجلس أعلى للقضاء انتقالي تتم عملية التطهير هذا ما تمش عام ونص المواطن ولا يضغط لأنه المواطن هو اللي خلص راهو الثمن المواطن توا ولا يقول لك أنا نحب ما عادش نحب قضاة فاسدين جات مسألة الإعفاءات يقال في شأنها ما يقال ولكن أنا نستغرب ردة الفعل العنيفة من القضاة هياكل وأشخاص بالنسبة لي أنا هو قرار ثوري وشجاع في سياق ثوري لكن خطر لو كان ما نعملوش عملية التطهير مثلا فما شكون يقول لك نعديوه مع المحاكمة من يضمن أن المحاكمة ما تصيرش قدام قاضي فاسد وبالتالي بالنسبة لي أنا مع آلية الإعفاء رغم كل ما يقال عنها أنا حكيت مع مواطنين بسطاء وخاصة المواطنين اللي تحرقوا بواسطة القضاء كلهم مع القرار هذا وشكرا وشكرا مدام ليلى أستاذة كلثوم الأكيد احنا غير ما نشعر في سياق نتاع عدالة الانتقالية خاص بإصلاح القضاء معناتها هذوما ناس وقع إعفائهم لكن فما مسألة مهمة في المسار هذه هو كشف الحقيقة تحديد المسؤوليات ومن بعد المحاسبة ومن بعد إذا المصالحة إذا كان موجودة رؤيتك أنت لمسألة التعاطي مع القضاة في مرحلة ما بعد الثورة بالطريقة هذه معناتها المفروض أنه نعرفوهم العبد هذوم أنه معناتها نوقفوا على تفاصيل الجرائم اللي عملوها ومن بعد معناتها ياخذ القضاء مجراه ولا يقع عفائهم ولا غيره أنت رؤيتك للمسألة هذه في مسار عدالة انتقالية بالنسبة لتطهير القضاء هذه شعار وترفع منذ الثورة وأنا نعتبر أنه الانتظار لحد الآن هو تأخير في مسألة التطهير نعتبر أنه ما تنجمش تكون ثم انتقال ديمقراطي وما فماش حتى عدالة انتقالية بدون تطهير للقضاء بالتالي أنا نعتبر أنه الانتظار لحد الآن هو متأخر ومنعش علاش الناس ساكتة بعد الثورة مباشرة ثم تصريحات وثم بيانات خرجت في الإعلام للجمعية أو للنقاب يقولوا عنا قضاة فاسدين مع كامل احترامي للقضاة سيد القضاة اللي انضاف وهذا ما يمنعش أنه نقولوا راه ثم قضاة فاسدين ما يمنعش أنه نقولوا زاد راه ثم قضاة انضاف وناس في المستوى لكن الجمعية أو النقابة اللي تو نسبيين يعملوا احتجاجات نقول أنهم هما نفسهم في مارس وفي فيفري 2011 خرجت لهم تصاريح يناديوا بتطهير القضاء ويقولوا أن عندنا قوائم العدد نتاعها بين 200 250 300 وأنه هي القوائم من القضاة الفاسدين وغيرها نقول أنا علاش المبادرة ما كانتش منهم هما
علاش ينتظروا ان المبادره تكون من الوزاره. نقول مهما كانت الاليه للتطهير فانه كان لابد منه التطهير هذا. تبقى اليه الاعفاء هي اليه ربما ما تعطيش إمكانية المساءلة والمحاسبة وبعد نثبتوا فيه مقبل ونعطوهم فرصة. هو حسب ما قالت وزارة العدل أنه باب التظلم مفتوح وبالتالي ما ضع شيء ينجموا يتظلموا، ومن ثبت أنه ما هوش داخل في منظومة الفساد فإنه يمكن إرجاعه، وهذا قالوا سي الفاضل من الأول. كذلك نقول احنا سؤال سألناه للجمعية كي جات قلنا لهم المفروض لما طرحت مسألة الانتخاب في الهيئة الوقتية دي قلنا لهم انتم ما تخافوش انه الانتخابات تطلع لكم ناس قضاة فاسدين، كان الأجدر انكم تمشوا للتطهير قبل الالتجاء للهيئة هذه. فقط سمحني قالت اعطينا طلبنا منهم حتى انه يمدونا بالقوائم هذه ونجموا على مقتضاها نجموا نتبعوا ونعرفوا يوقع تحري حول قال رفضوا ما فماش، قال القوائم يمكن احنا بعد ما تنتصب الهيئه ربما تظهر وتحاسب الاطراف. هو السؤال هذا طرحه سي الفاضل المدام كلثوم في الحصه الفارطه وقالت له يلزم تكون فما هيئه نتاع قضاة باش تمدهم القائمه ما نعطيهاش للسلطه التنفيذيه. هذا اللي صار هو نفسه. باهي لحظه برك، فما سؤال اخر، اذا كان الوزاره ماشيه في خيار متفقين عليه احنا على الاقل في الطاوله هذه انه مساله التطهير مساله اولويه قبل الهيئه، هل بهذا الاختيار لا يلام فيما بعد على المجلس التاسيسي انه الهيئه ما زالت ما تعملتش ولا ما زالت ما وقعش المصادقه على القانون نتاعها؟ تعرف انه المساله كما هيك نتاع التطهير ونتاع المساءله ونتاع معناتها قضاة باش يقع اعفائهم فيها وقت يمكن ياثر على وجود الهيئه في حد ذاته. احنا للامانه رغم بلوغ علمنا انه الوزاره عندها مشروع لكننا لم ننتظر، احنا خدمنا باش ما يقولوش ان المجلس التاسيسي بتواطؤ وتقالت الكلمه ويستنوا في المشروع، احنا حبر ما جانا المشروع الاول والثاني بشرنا بالعمل فيه وقلنا لابد وعنا توصيات، وانا مستعده في اللجنه ان شكون يحب يجي ويطلع مستعده نوريهم ان توصيات بالاسراع في اعداد هذا القانون، وبالتالي ما استنيناش مشروع الوزاره باش نباشروا العمل في المشروعين اللي تقدموا لنا، وعمليه الاسراع بخطى حثيثه باعتبار انه ثم حركه قضائيه ماشيين فيها. لكن ربما التاثير مش في التاخير، احنا نجموا نسنوا القانون نتاعنا لكن الخيارات نتاع التعيين ربما او الخيارات نتاع انه يكون العدد المنتخب اقل او انه ادراج في الهيكله او في التركيبه نتاع الهيئه هذه اشخاص اخرى يمكن ان تراقب او انه يكون التعيين على الاقل في مرحله حاليه ما تمش التطهير نتاع القضاء وانه اليه الانتخاب يمكن ان تؤدي الى صعود قضاة فاسدين وغدوه كما قال الاستاذ ضياء تولي عندهم شرعيه انتخابيه، فانه ربما هذا قد يؤثر في اللجنه على اختيار تركيبه معينه او اختيار مبدا التعيين على الاقل لاغلبيه المكونين للهيئه هذه عن الانتخاب. بارك الله فيك مدام كلثوم. سي محمد الفاضل الساحي، تصورك للمساله هذه معناتها مساله التطهير قبل ولا الهيئه قبل؟ اكيد انه من خلال المناقشه في خلال الحصه موقفك واضح انه هو التطهير قبل الهيئه. لا مش هذا. ما تفضل وضحوا لنا. هي المسألة الحقيقة مش مسألة ترتيب أولويات وإنما ثم استحقاقات ثم مسارات. عموما هذه المسارات كلها تتضافر مع بعضها لتحقيق الجهد الرامي للإصلاح، لأنه يعني نحن اليوم عندنا توجه إصلاحي شامل عميق يمس كل أبعاد منظومة العدالة والتأهيل أو خلينا نقول تدعيم الكفاءات القضائية اللي هي الغالبية في القضاء، بل ما نقولوش الغالبية، أنا ضد عبارة تطهير وكم مرة كررتها في المرة السابقة وأكررها اليوم، أنا شخصيا ضد هذه العبارة والوزارة نعم نحن مع الإصلاح مع التصور كامل زاد نحن مع الإصلاح في إطار تصور في إطار تصور شامل مبني على رؤية استراتيجية ثانية كيف باش نبدأ واضحين احنا مرتبطة بالكفاءات ومرتبطة بالهياكل مرتبطة بما عنده علاقة بعمل القاضي كذا وضحت هذا ضد حتى الحديث على مسألة هذه قائمة وقائمة ثانية، نحن مش نخدمه بالمناسبة نحن نخدمه في إطار مسار، كل من يخرج على هذا المسار أو كل ما راوه أنه يعطل هذا المسار الإصلاحي بطبيعة
الراوة أن يعايق بالتالي يجب أن يستبعد. وما في شك في إطار هذا المسار عندنا تدعيم الكفاءات، تدعيم الكفاءات القضائية، تدعيم الكفاءات القضائية يستدعي من الوزارة أن تنحو أو أن تخطو خطوة أساسية وهي إبعاد كل من يؤثر، من يؤثر على هذه الكفاءات، من يؤثر على الثقة فيها، لأن القاضي اليوم يحتاج وهو مؤسسة من أهم المؤسسات على الإطلاق، واليوم الرهانات متاع البلاد كلها هي مرتبطة بالقضاء. إذا كان اليوم القضاء رجعت فيه الثقة كما يجب وهو حري بهذه الثقة، حري بهذه الثقة اللي ما يتوفر فيه من مواصفات، من كفاءات، من أمانة، من غيره، ثم عنها بعض الحالات، بعض الحالات الاستثنائية اللي احنا قدرنا أنها هذه يجب أن تستبعد، يجب أن تعفى. وتمنيت من بكري كنت من أنه الناس هذه تبادر من تلقى نفسها، أن تبادر بإصلاح نفسها، هذا ما توفرش للأسف، وتوفرت لها الفرصة من خلال جهد الوزارة بأنه استجوبتها، بأنه نبهتها، لكن للأسف ما ارتدعتش واستمرت في غيها. إذن لقينا رواحنا مضطرين أن نمارس هذه العملية، وهذا لا يغنينا أو لا يعفينا من الاهتمام بمسألة الهيئة باعتبارها أنه من جهة أنه تأمن بفعل استقلال القضاء، باعتبار أنه الهيئة هي في حد ذاتها تعزز هذا المسار الإصلاحي بالنسبة لنا. لذلك الهيئة راهي مسألة بالنسبة لنا مفصلية، ويلزم بالفعل يصير احداثها عن طريق قانون تاسيسي، مجلس تاسيسي، وفي اقرب الاوقات. وهذا يخلينا ثاني كيف تمكم ملاحظه في بدايه تحديثنا، كونه الاهتمام بالقضاء من خلال لك الفصل الصغير هذاك في اطارها 26 فصل يبين كونه الاهتمام هكا اهتمام ضعيف. لا سمحني، بل بالعكس المجلس التاسيسي انا خلال قراءتي القانون التاسيسي انه اعطى اهتمام كبير للقضاء، ضروره انه قالوا راني باش نخصص لك قانون كامل. مش كما بقيت كيف السلطه التنفيذيه والسلطه التاسيسيه، لا القضاء بالذات قالوا باش نخصص لك قانون كامل ينظمك. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي محمد الفاضل. هكذا ناتي الى نهايه حصتنا من حديث في السياسه. نجدد شكري لكل من سي ضياء الدين مورو رئيس جمعيه المحامين الشبان، كذلك القاضيه ليلى بحريه قاضي المستشار لدى محكمه التعقيب، والى جانبي كذلك نشكر الاستاذه كلثوم بدر الدين رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، وكذلك شكري إلى السيد محمد فاضل السايحي مستشار ومكلف بمهمة لدى السيد وزير العدل. هذا كان، هذا نأتي إلى نهاية حصتنا من حديث السياسة، تصبحون على خير.